سائلة تسأل تقول أنها طهرت من الحيض وذهبت لعملها دون أن تغتسل، فهل تتم الصيام ويكون صحيحا وتقضي صلاة الفجر لأنها لا تستطيع أن تغتسل في عملها؟ أولا نقول لهذه السائلة الكريمة أن تتقي الله عز وجل وأن تصلي الصلاة في وقتها. قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر ربنا عز وجل في نفس هذه الصفات: الذين هم على صلواتهم يحافظون. قال أيضا تبارك وتعالى في سورة المعارج لما وضح أيضا الصفات الجليلة لأهل الإيمان، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقبلها قال: الذين هم على صلاتهم دائمون. وحذر من التهاون في أمر الصلاة، فقال ربنا عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة قرآنا وسنة التي يعرفها كل مسلم. هذا ما يجب تحريره أولا. ولا ينبغي أن يكون العمل أعظم في قلب العبد من أداء الحقوق الواجبة ولا سيما الصلاة. الأمر الثاني، إذا طهرت المرأة، وهذا هو الذي يفهم من السؤال، إذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر، نعم يجوز لها أن تبيت نية الصوم، والنية محلها القلب ولا يجهر بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كما صح ذلك من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، كما عند النساء والبيهقي. نعم، فهنا يصح لها الصيام ما دام أنها قد طهرت من الحيض وإلا تغتسل، وإن لم تغتسل لكن لا يصح لها الصلاة حتى تغتسل، لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. فالطهارة هنا شرط لصحة الصلاة، والحيض والنفاس يعتبر حدثا أكبر، يعتبر حدثا أكبر، فحرم الله عز وجل الجماع والصلاة والصيام ما دامت المرأة حائضا أو نفساء، وأباح الصيام إذا طهرت قبل بداية وقته، أي قبل الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحرم الجماع حتى تغتسل، وكذلك الصلاة حتى تغتسل. قال ربنا عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، في قراءة حتى يطهرن، يعني حتى يغتسل. وهذا عليه الإجماع. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة عمرة لما قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ بالنسبة إلى حرورة فقه الخوارج يعني. قلت: لست بحرورية ولكني أسن. قالت: كان يصيب ذلك يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من لطائفه أن الأيام التي كانت المرأة فيها حائض فإنها تقضيها، لكن لا تقضي فيها الصلاة، لا تقضي فيها الصلاة. وأيضا إذا طهرت قبل بزوغ الفجر فإنها تعقد نية الصوم ولا تصلي حتى تغتسل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، على الله وعلى ذكره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجمعة المسلمين على طاعتك، احفظ والدتي وارزقني بالرضا يا رب العالمين. تم تحويل صوتيا في ظهيرة يومي الاثنين 12 خلونا من رمضان لعام 44 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. ونهيب بنا جميعا أيها الكرام الفضلاء أن نهتبل ما بقي من رمضان، وقد مضى ثلث وثلث كثير، وأن نحيي ليله بالقيام، وأن نقيم نهاره بالصيام، ونحيي ليله ونهاره بالذكر وتلاوة القرآن، وأن نبتعد عن نصوص رمضان الذين يسرقون أوقاتنا من المسلسلات والجلسات والكشتات والخرجات وتضييع الأوقات، فإنه أيام معدودات، قد مضى ثلثه وثلث كثير، وما ضمنه
وذهب هو ما ذهب وما بقي فيه الذهب، والحمد لله رب العالمين.